صدمة للأسف إصابة إمام عاشور في معسكر منتخب مصر أثناء التدريب بارتجاج في الموقع. ورسميا الكونغو الديمقراطية هتقابل مصر في دور 16. بنصل على النبي ورسال على عند زايد وعلى امتلاك خبر يمك مع أحمد مطار عشان تتفرج على كل مباريات البطولة وانت قاعد في البيت بأعلى جودة وبدون تقطيع. نزل التطبيق اللينك بتاعه موجود في البايو تحت الصورة. الخبر اللي زعلنا كلنا إصابة إمام عاشور في معسكر منتخب مصر أثناء التدريب، وللأسف خبط هو حد يعني وقع على الأرض، حصل ارتجاج في الموقع. وقال له الحمد لله حالته مستقرة وإن هيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة. الواد خد عين ولا إيه؟ ربنا يسترها. على الناحية التانية بقى، تم حسم مين اللي هيلعب مع مصر في دور 16 وهي الكونغو الديمقراطية بعد ما تعادلت مع تنزانيا 0-0، وكمان المغرب فازت على زامبيا 1-0 وانتهت المباراة من شوية. عشان بكده المغرب تصدر مجموعتها وتطلع اول مجموعة ويجي التاني على طول الكونغو الديمقراطية. طبعا اللي احنا لعبها كل المباريات اللي جاية صعبة مش سهلة، والكونغو الديمقراطية تعادلت مع المغرب في دور المجموعات، فربنا يسترها ان شاء الله ونقدر نعديها. المباراة هتكون يوم الاحد اللي جاي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. خلينا نقول لكم لو ربنا كرم وكسبنا الكونغو الديمقراطية هنلعب في دور الثمانية مع يا غينيا الاستوائية اللي هيكسب منهم يعني. لو ربنا كرم وعدينا دور الثمانية هنقابل بقى غالبا كده هيكون السنغال، طبعا لو عدت طبعا دور الستاشر ودور الثمانية، لان السنغال طبعا هلعبها في دور قبل النهائي. السنغال زي ما احنا شايفين ما بترحمش اي حد، اي فريق بتخش قدامه بتغلبه. ولكن نتمنى بقى لو قابلنا السنغال في الدور قبل النهائي ان احنا ناخد طرنا منهم واللعيبة يكونوا رجالة ونكسبهم. ده طريق منتخب مصر لحد النهائي. ادعوا لامام عاشور ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامة، لانه عنصر مهم جدا بمنتخب مصر.